السلام عليكم الاحباب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كل شيء مزيان. الاحباب ديالي، اليوم جبت لكم هاد لا كريم طوليغيان دلا غوش بوزي، طوليغيان سونزيتيف غيش. هاد طوليغيان هادي راها كريم هيدغاتونت مرطبه صالحه للبشره الجافه وغنيه بلي فيتامين. هادي الاحباب ديالي زوينه لا كنتو كتعانيو من دوك الحموريه ديال البشره، اولا مور ما كديروا لاسيغ وداكشي ممكن ديروا هادي باش تزول لكم ديك الحموريه والالتهاب اللي كيكون. هادي صالحه للبشره الحساسه وكذلك صالحه حتى لبيبي اللي كيعانيوا من الحموريه ومن الحساسيه ديال البشره. هادي راها افيكاس زوينه د لاغام د لاغوش بوزاي لابوغاتوار اللي كما كتعرفوا لي برودوي ديالو زوينين. لابوغاتوار يعني غام هادي دلا فرانس، فيها 40 ام ال. والطريقه ديال الاستعمال ديالها الاحباب ديالي، فاش كتنوضوا في الصباح كتغسلوا وجهكم مزيان وكديروها الوجه كامل، ابري كديروا فوق منها لي كرون سولاي الا كنتو غادي تخرجوا اولا لا كنتو مثلا غتدخلوا للكوزينه الفران والبوطه وداكشي. دونك الاحباب ديالي هاد لا غوش بوزاي اللي فيها انه فيها واحد الفيتامين بي 3 اللي معروف عليه بالترطيب ديالو. الصراحه الله زوينه كما كتشوفوا هنا، راها سون الكول سون بارفان، يعني ما تخافوش الا كان عندكم شي اليرجي في البشره ديالكم. الاحباب ديالي، نهايه اسبوع موفقه للجميع ان شاء الله. شكرا.